معانا كمان على التليفون الدكتور محمد الجندي، خبير أمن المعلومات بالأمم المتحدة. يا دكتور أهلا بحضرتك. اهلا يا فندم، مساء الخير. ازي حضرتك وعلى سهلا كل الساده المشاهدين. أهلا بحضرتك. اللي احنا بنقوله ده يا دكتور، نبتدي بدكتور محمد الجندي، بس يدينا فكرة كده عن اللي احنا قلناه ده. هل الكلام ده دقيق بشكل كبير، انه فعلا احنا دلوقتي امام تحديات بفكرة انه الآلة يعني هتبقى هي البديل الواضح للإنسان في الشغل بقى وفي العلاقات وفي الدنيا كلها؟ طيب انا طبعا استمعت للمقدمه اللي حضرتك تفضلت بيها، وحقيقي يعني الاي اي دلوقتي بقى بيمثل يعني تهديد كبير جدا لبعض الوظائف. خلينا ابقى دقيق مع حضرتك انه الاي اي لحد دلوقتي ما وصلش لمرحله ان هو يعمل ريبليسمنت كامل او يستبدل الانسان بشكل كامل، ولكن الخطر داهم وقادم. اه طبعا قادم، لكن هي الفكره كلها هل احنا قادرين على ان احنا نتكيف مع التطور اللي بيحصل مع الاي اي علشان ما يستبدلناش، ولا احنا غير قادرين؟ بعيدا عن المشاكل بتاعت الاي اي اللي ليها علاقه بقى بالمجتمع وليها علاقه كمان يعني بعلم النفس زي ما حضرتك اشرت لموضوع العلاقات وكده، لكن هو من ناحيه الوظائف والشغل اه طبعا هو هيريبليس كتير جدا من الوظائف التقليديه، ده موضوع منتهي، وتقارير كتير جدا اتكلمت عن فكره الريبليسمنت لمثلا شغل ناس فنانين. حضرتك شفت الفتره الاخيره بقى في رسومات بتتعمل بالاي اي، فيديوز بتتعمل بالاي اي، صور بتتعمل بالاي اي، فطبعا كتير جدا من الوظائف ممكن تندثر بسبب التطور الكبير اللي بيحصل في الاي اي. وبعدين التطور اللي بيحصل في الاي اي دلوقتي احنا بنسميه كده ايه، تطور متصاعد بشكل كبير جدا، اكسبوننشال، يعني مش بيحصل بشكل خطي، لا ده في تطور رهيب ومتسارع. هي الفكره بقى هل احنا كبني ادمين قادرين على التكيف مع التطور الكبير ده؟ هل عقولنا قادره على ان هي تطور نفسها لتتعامل مع هذا التطور اللي بيحصل من الاي اي عشان نشتغل جنبه بدل ما هو يزحنا، ولا مش هنبقى بالظبط قادرين؟ هو ده هي سؤال. بتختلف خلينا بقى من دكتور محمد الجندي، هل الوظائف اللي البني ادمين فقدوها بسبب ان الاله بقت بتعملها وبتعملها بشكل افضل، زي ما ادينا نموذج مثلا على الحسابات، هل في وظائف بديله ممكن تطلع قدامها الواحد يقدر يبقى يعني البني ادم والتكنولوجيا يكونوا بيشتغلوا جنبا الى جنب، ولا لا؟ هقول لحضرتك. هو ببساطة شديدة أنا بس حابب يعني أعقب على ال 20 سنة اللي قالهم الدكتور، إنه في 20 سنة في حاجات كتير جدا هتختلف. أنا بقول لحضرتك إن الموضوع ويزن 5 ييرز، يعني 5 سنين ماكسيمم والدنيا هتلاقيها في حتة تانية. يعني ما كانش حد متخيل أبدا يعني الهلع اللي هيعمله حاجة زي تشات جي بي تي، والتطور اللي عمله حتى يمكن، والأزمة اللي عملها عند قطاع التعليم انه دخل حتى زي ما الدكتور قال فكره انه يعمل رسائل علميه. وطبعا بغض النظر عن ان في مشاكل ما زالت موجوده يعني في المودلز بتاعه الاي اي، النماذج يعني الرياضيه الخاصه بيه في انه يكتب حاجات دقيقه ما فيش فيها اخطاء، ولكن احنا في لا طريقنا ده لسه هو بشكل لسه بادئ متسارع ولسه لغايه يعني. دلوقتي في مرحله ادخال معلومات، فاستنى اه عليه سنه يعني احنا كمان. لسه قدامنا فتره قليله، بس انا بقول لحضرتك وزن 5 ل 10 ييرز الموضوع هيبقى يعني خزعبلي. من خمس فنيجي بقى لعشر سنوات للوظائف بكتير، دي توقعات حضرتك. بالكتير، ده بالكتير جدا. نيجي بس لفكره الوظائف بقى، طبيعي جدا اي تكنولوجيا لازم بتتطور بيبقى لها وجهين، يعني في وجه جيد ممكن نستخدمه لمصلحتنا وفي وجه سيء، يعني التكنولوجيا دبل ايدج زي ما بيقولوا يعني. ودايما التكنولوجيا ليها اجنداتها، فلازم نبقى فاهمين برضو واحنا بنستخدم التكنولوجيا انه مش اي تكنولوجيا تطلع يلا نجري عليها وخلاص، لانه في الاول وفي الاخر انا لازم اشوف التكنولوجيا دي هتحل لي مشكله ايه. طب انا لما استخدم الاي اي في شغلي هل ده هيطورني، هيحل لي مشاكلي، هيخليني ابقى افضل، ولا انا مضطر اروح استخدمه خلاص عشان الناس كلها بتستخدمه؟ فانا لو ما عنديش استراتيجيه بان انا استخدمه علشان اطور نفسي، بالعكس هو اللي هيستعبدني على فكره، هبقى انا مضطر ان انا امشي وراه وخلاص علشان انا مضطر ان انا واكب اللي بيحصل عشان مجرد ان انا ابقى موجود. ده مش صح على فكره. لو حضرتك رجعت لورا مثلا في الثوره الصناعيه، بدايه ظهور الثوره الصناعيه والمصانع والكلام ده، الناس اللي قررت انها تدخل موضوع الصناعه علشان يفضل موجود بس وخلاص في الثوره اللي بتحصل في الصناعه خسروا مفهوم. بعد فتره، لانه طلع ناس تانية بتفكر في انه ازاي استغل هذه التطور بتاع التكنولوجيا اللي موجوده وقتها علشان اعمل حاجات جديده علشان ابقى موجود واستمر. ففكره الاستمرار اهم من فكره ان انا استخدمها وخلاص عشان ابقى انا جوه المنظومه يعني. لا طبعا انا لو انا مدرس محتاج اشوف ايه الحاجات اللي في شغلي في الاي اي ممكن توفر لي مزيد من زي ما بيسموها بالانجليزي الاوجمنتيشن، او انها تديني دعم اكتر علشان اقدر استخدم في وظيفتي بشكل افضل. طب وانا لو انا ممكن اسال مثلا حضرتك سؤال، يعني في الاول وفي الاخر يعني، وبسمع كتير قوي في التقارير اللي خرجت مؤخرا انه حتى من الشركات الكبرى في العالم
اللي عماله تقول انه في تخوفات من الذكاء الاصطناعي، ان هو ممكن في يوم من الايام، مش عارفه، لما سالوا روبوت هتعملوا ايه لو احتليتوا البشريه، قال لك هنحط البني ادمين في محميات طبيعيه ونحافظ عليها. يعني هذه نوعيه من الكلام اللي احنا الى حد ما بناخده بسخريه، لكن في تخوفات من الشركات المنتجه لهذه النوعيه من التكنولوجيا عاليه اقول الجوده. يعني لحضرتك ايه اول حاجه التخوف؟ ليه؟ طب ما هو الحاجات دي احنا اللي بندي لها المعلومات واحنا اللي بنتحكم لا فيها. لا، هنا هنقف شويه عند الحته بتاعت الاي اي بالذات، في حته ان انا اللي بدي له المعلومات. انا عايز اقول لحضرتك انه 90% من الاي اي مودلز او نماذج بتاعت الاي اي اللي بتتعمل دلوقتي، اللي بيبرمجوها نفسهم ما بيبقوش احيانا يعني ضامنين بنسبه 100% المخرج هيبقى شكله عامل ازاي، لان في عمليه تعلم بتدخل فيها، وفي عمليه خوارزميات مش معروف هي بتشتغل ازاي بشكل كبير جدا، ان ممكن تطلع حاجات غير متوقعه، وده بيحصل كتير على فكره، بالذات في المعلومات اللي ممكن تطلع مش دقيقه، المعلومات اللي ممكن تطلع منحازه. فهو بالنسبه له هو بيحاول يحاكي طريقه تفكير البني ادم. حضرتك لما بتعلمي طفل صغير ازاي يتعرف على الاشياء مثلا، بعد فتره بتلاقي الطفل ده بيتصرف تصرفات لوحده، تمام؟ هو المودلز بتاعت الاي اي دي بتبقى مبنيه بنفس الطريقه، علشان كده يعني ممكن هتسمعي تطلع حضرتك عشوائيه، مش دايما 1+1 هيساوي 2 يعني. لا خالص، عشان كده حضرتك دايما تسمع مصطلحات غريبه الناس تقعد تتكلم فيها وهي اوريدي متبرمجه جوه بنفس طريقه تفكير الدماغ. زي يقول لحضرتك مثلا ايه الخلايا، انا بحاول ابسط بس الموضوع برضو للساده المشاهدين، الموضوع اعقد من كده. يعني يقول مثلا حضرتك الشبكات العصبيه الصناعيه اللي موجوده في الاي اي، ايه علاقه الشبكات العصبيه بتاعت الاي اي بالشبكات العصبيه اللي موجوده في مخ البني ادم؟ على فكره هي نفس طريقه العمل، هو البني ادمين العلماء او الساينتست اللي برمجوا هذه الشبكات العصبيه هم بيحاكوا بيها طريقه عمل الخلايا العصبيه او الشبكات العصبيه اللي في مخ البني ادمين، فهو بيحاول يحاكي طريقه تفكير البني ادم. فممكن الاي اي موديل يتصرف تصرفات مش محسوبه. طبعا، عشان كده الناس بقى تتكلم في ايه حضرتك، بقى تتكلم بقى في اخلاقيات الذكاء الاصطناعي، في القوانين اللي لازم تتحط عشان الذكاء الاصطناعي، لان الموضوع ما ينفعش يفضل كده ايه يسير.